فخلال ال24 ساعة الأخيرة سجلت 659 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 26196 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 72 لكل 100,000 نسمة. سجلت الحالات 659 حسب أقاليم وجهات المملكة كما يلي: جهة فاس مكناس 225 حالة، 201 بمدينة فاس، 13 حالة بمكناس، 4 بإفران، 3 بصفرون، 2 بمولاي يعقوب، وحالة بكل من تازة وتونات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 180 حالة، 154 حالة بطنجة، 10 حالات بتطوان، 6 حالات بالمضيق الفنيدق، 5 حالات بالحسيمة، 3 حالات بوزان، وحالة بكل من العرائش وشفشاون. جهة الدار البيضاء سطات 89 حالة، 77 حالة بالدار البيضاء، و 12 حالة ببرشيد. جهة الرباط سلا القنيطرة 54 حالة، 30 حالة بتمارة، 9 حالات بالرباط و 9 حالات بسيدي قاسم، حالتان بكل من سيدي سليمان الخميسات وسلا. جهة مراكش أسفي 44 حالة كلها بمدينة مراكش. جهة درعا تافيلات 33 حالة، 24 حالة بالرشيدية، 5 حالات بتنغير، حالتان بميدلت، وحالتان بورزازات. جهة بني ملال خنيفرة 20 حالة، 17 حالة ببني ملال، وثلاثة الحالات بأزيلال. الجهة الشرقية 11 حالة، 6 حالات بتوريرت، 3 الحالات بوجدة، حالة بقرسيف، وحالة بدريوش. جهة الداخلة والذهب حالتان بمدينة الداخلة، وجهة سوس مسا حالة بأكادير الدوتنان، فيما لم تسجل أي حالة بكل من جهة العيون الساقية الحمراء وقلميم واد النون. إذن هذا هو التقسيم الجغرافي ديال 659 حالة اللي تسجلت في هذه 24 ساعة الأخيرة. وقلنا بأن معدل الإصابة التراكمي لحد الساعة في المغرب يساوي 72 لكل 100,000 نسمة، يعني في كل 100,000 مواطن مغربي كاينين 72 يا إما تصابوا يا إما هما مازال مصابين بفيروس السارس كوف 2. فهاد 24 ساعة الأخيرة من كل 100,000 نسمة أصيب تقريبا 2 ديال المواطنين المغاربة بالسارس كوف 2. هذا المعدل في هذه 24 ساعة كان يختلف حسب المدن، وكانت المدن الأكثر إصابة هي في المركز الأول مدينة فاس، بحيث إنه في هذه 24 ساعة من كل 100,000 نسمة أصيب 16 شخصا. مدينة طنجة في كل 100,000 نسمة أصيب تقريبا 13 شخص، في مدينة الرشيدية تقريبا 6 أشخاص في كل 100,000 نسمة، في مدينة تمارة 4 أشخاص، في مدينة مراكش 3 أشخاص، في مدينة بني ملال نفس الشيء 3 أشخاص،
وفي مدينة الدار البيضاء في كل 100,000 نسمة أصيب شخصان بالسارس كوف 2 خلال هذه 24 ساعة الأخيرة. هذه 659 حالة سجلت 83% منها أي 546 حالة في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر والتي شملت لحدود هذا الوقت 123,067 مخالط فيما لا يزال 16,226 مخالط رهن التتبعي الصحي. تم استثناء 21,008 ديال الحالات من كونها مصابة بالمرض ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى حدود هذا الوقت في المغرب من سارس كوف 2 إلى 1,290,665. للأسف الشديد سجلت في 24 ساعة الأخيرة أكبر عدد وفيات إلى حدود هذا الوقت في المغرب، وهي للأسف الشديد 19 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ليرتفع للأسف الشديد عدد المتوفين بسبب سارس كوف 2 في بلادنا إلى يوم الثالث من غشت 2020 إلى 401 حالة وفاة إلى حدود هذا الوقت للأسف الشديد. ومنه على كل حال دائما هناك خبر مفرح أمام خبر محزن، وهو ارتفاع عدد حالات التعافي، ولله الحمد والشكر دائما سجلت في هذه 24 ساعة 533 حالة تعافي الحمد لله، ليرتفع مجموع المتعافين في بلادنا من هذا المرض إلى حدود هذا الوقت إلى 18,968، أي بنسبة تعافين تساوي 72.4%. ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة الآن بمختلف مستشفيات المملكة تتلقى العلاج ضد كوفيد 19 هي 6,827، أي بنسبة تقريبا 19 شخص لكل 100,000 نسمة، وهو على كل حال أعلى معدل سجلناه منذ بداية الوباء، هذا المعدل الكبير للحالات النشطة داخل المستشفيات. هذه الحالات النشطة موجودة حسب جهات المملكة وبالترتيب: في المركز الأول جهة طنجة تطوان الحسيمة حيث يوجد أكبر عدد من الحالات النشطة وهي 1,955، جهة فاس مكناس 1,847، جهة الدار البيضاء سطات 1,545، جهة مراكش أسافي 576 حالة نشطة، جهة الرباط سلا القنيطرة 456 حالة نشطة، جهة درعة تافيلال 838 حالة نشطة، جهة بن ملا الخنيفرة 126، الجهة الشرقية 88، جهة الداخلة والدهب 52، جهة سوس ماسة 35، وأقل عدد حالات نشطة يوجد بكل من جهة العيون الساقية الحمراء 8 ديال الحالات النشطة وحالة نشطة واحدة بجهة قلميم ودنون، مع العلم أن جهة قلميم ودنون لم تسجل حالات جديدة منذ أيام الحمد لله. من هذه الحالات النشطة توجد للأسف الشديد 79 حالة خطيرة أو حرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة. هذه الحالات توجد
بكل من جهه الدار البيضاء 16 24 حاله، من بينهم 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي. جهه مراكش اسفي 19 حاله خطيره. جهه طنجه تطوان الحسيمه 16 حاله خطيره، من بينهم حالتان تحت التنفس الاصطناعي. جهه فاس مكناس 11 حاله خطيره، من بينهم حالتان تحت التنفس الاصطناعي. جهه الرباط سلا القنيطره 7 حالات، من بينهم 3 ديال الحالات تحت التنفس الاصطناعي. وجهه سوس مساء حالتان خطيرتان. إذا ما ميز هذا اليوم هو العدد الكبير لحالات الوفيات للأسف الشديد، الذي غطى طبعا على العدد الكبير كذلك لحالات التعافي. 19 حالة وفاة للأسف الشديد سجلت بكل من طنجة، 8 ديال الحالات ديال الوفاة، 3 بالدار البيضاء، 3 بمراكش، حالتان بفاس، حالة بالرباط، وحالة بتطوان، وحالة بالحسيمة. إذا حتى المدن اللي ما عمر تسجلوا فيهم حالة وفيات أصبحت للأسف الشديد تسجلوا فيها حالة وفيات. رحمهم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.